بسم الله الرحمن الرحيم. من أي طلبة الصف السادس، أهلا بكم. Revision Statistics. سريعا كده نبدأ بـ Question Number 1. بيقول لي هنا إيه؟ The coefficient representing the strongest relation between two variables. The correlation coefficient يا شباب، نفتكر كده مع بعض، كان القيمة بتاعته تتراوح ما بين 1 ونيجاتيف 1. كان قيمته بيساوي 0، يبقى هنا هاز نو كورليشن او نايلستيك. نايلستيك يعني الكورليشن بتاعي منعدم. الكورليشن لو كان قيمته بوزيتيف يبقى بنقول عليه دايركت. طب الكورليشن لو كان نيجاتيف بنقول عليه انفرس. لو كان نيجاتيف بنقول عليه ايه؟ انفرس. طيب لو كان الكورليشن ولاد محصور ما بين 0.6 لحد ال 1 او من نيجاتيف 0.6 لحد ال 1، فبنقول عليه ايه؟ سترونج. هنا برضو سترونج. طيب من 0 بوينت مور ذان 0.4 لحد 0.6، من نيجاتيف 0.6 لحد 0.4، نيجاتيف 0.4 بنقول عليه ميدل. بنقول عليه ميدل. طيب لما يكون مور ذان 0 لزان 0.4 يعني هنا، او من مور ذان نيجاتيف 0.4 لحد 0 بنقول عليه ويك. ويك جميل جدا. اذا السترونج بيكون مور ذان 0.6 لزان 1 او مور ذان نيجاتيف 1 لزان 0 نيجاتيف 0.6. كده سترونج، كده سترونج. انا عايز بقى السترونجست، اكبر حاجه. ده ممكن نقول عليه سترونج، ده ممكن نقول عليه سترونج. جميل. بس مين فيهم الاكبر من الثاني؟ ده ايه يا مستر؟ ازاي ده نيجاتيف وماله؟ نيجاتيف نيجاتيف. بس اهم حاجه ان لو انا بشيل الاشاره دي 0.78 وهنا 0.68، مين الاكبر؟ 0.78. اذا ده السترونجست، ده الاكبر برغم من الاشاره النيجاتيف. هو انفرس بس سترونجست. جميل. كوتش نمبر 2 بيقول لي ايه؟ if all the points in scatter diagram، كل النقط في scatter diagram لاي اون ستريت لاين. انا عندي سكاتر دايجرام اهو، هنا اكس اكسس هنا واي اكسس، كل النقط موجودين على لاين واحد كده، كلهم موجودين على ستريت لاين، عاملين ستريت لاين كده. جميل. زين ذا كورليشن كوفيشن بتوين تو فاريبلز از ايكوال، لما يبقوا كلهم على ستريت لاين كده كورليشن كوفيشن الار هيبقى 1، ده بوزيتيف. وممكن يكون بشكل تاني، هنا اكس وهنا واي كلهم عاملين ستريت لاين كده، الكورليشن كوفيشن هنا هيبقى اللي هو الار هيبقى نيجاتيف 1. اذا ايه الكورليشن كوفيشن لما يعمل لي لاين بالشكل ده او لاين بالشكل ده؟ هيبقى بوزيتيف ونيجاتيف 1. جميل جدا. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. كوتشن نمبر 3 كده. كوتشن نمبر 3 بيقول لي ايه؟ ذا كوفيشن ريبريزنت ذا سترونجست كورليشن بتوين ذا تو فاريبلز. انا عايز السترونجست في دول. السترونجست نيجاتيف 0.2، نيجاتيف 0.1، نيجاتيف 0.8، 0.7. ده سترونج وده سترونج، بس ده الاكبر برغم من الاشاره النيجاتيف، ده السترونجست. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا سكاتر ديجرام ريبريزنتنج ذا دايركت كورليشن كوفيشن، اللي بيمثل الدايركت. اللي بيمثل الدايركت بيبقى يا جماعه لو افترضنا ان عندي تو كوردينيتس بلين كده، المجموعة النقط بتعمل شبه ستريت لاين، بيصنع مع الاكس اكسس دي انجل اكيوت. طب لو عامل كده مجموعة نقط عاملة مع الاكس اكسس انجل اوبتيوس، لو عامل انجل اكيوت يبقى كورليشن كوفيشن هنا دايركت. طب لو عامل انجل اوبتيوس يبقى كورليشن كوفيشن هنا يا ولاد ايه؟ انفرس. تعالوا، هو عايز دايركت. تمام، ده انفرس، ده انفرس، ده دايركت. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ طب ده ايه؟ ده ولا انفرس ولا دايركت، وده ولا انفرس ولا دايركت ولا كورليشن اصلا. يبقى ده دايركت كورليشن، ده انفرس كورليشن. بما انه عايز الدايركت يبقى اخترنا الايه. نشوف السؤال اللي بعد كده. كوتشن نمبر 5 نفس السؤال برضه. بيقول لي the strongest correlation coefficient of the following is 0.7 ولا 1.2 ولا نيجاتيف 0.9 ولا
اخر حاجه ايه؟ نيجاتيف 0.3. اكيد نيجاتيف 0.9. جميل. السؤال ده بيقول لي ايه؟ of 2 points 6 و5 and 3 و8 lie on regression line y on x. Then the type of correlation between x and y is equal ايه؟ اي نقطتين اتنين يا اولاد انا بقدر اجيب منهم السلوب؟ انا عندي تو كوردينيتس بيقول لي اهو مديني هو نقطتين اتنين على الرسمه بتاعتي، نقطه بيقول لي 6 و5، نقطه بيقول لي انها 3 و8. التو باينتس دول لو وصلنا بينهم كده وغيرهم غيرهم وغيرهم وغيرهم، فالسلوب بتاع التو باينتس دول يديني الكوفيشن بتاع الايكويشن واي ايكوال اي اكس بلس بي اللي اسمها ايكويشن اوف ريجريشن. الاي دي كانت الكوفيشن اللي قدام الاكس، ده السلوب. لو السلوب ده كان بوزيتيف يبقى اذا كورليشن كوفيشن بتاعي بوزيتيف يبقى دايركت، لو السلوب ده اللي هو الاي دي كانت نيجاتيف يبقى كورليشن كوفيشن بتاعي يبقى ايه؟ النيجاتيف يعني انفرس. طب تعالى نجيب السلوب. السلوب هيساوي نقول احنا قلنا النقطه الاولانيه 6 و5، الثانيه 3 و8 مش 3 و5. هنقول 8 ماينس 5 اوفر 3 ماينس 6. 8 ماينس 5 3، 3 ماينس 6 نيجاتيف 3، يبقى الناتج نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يعني الاسلوب طالع نيجاتيف، يعني الكوفيشن بتاع الاكس ده نيجاتيف، يبقى الكورليشن كوفيشن يا جماعه انفرس. نختار الاجابه دي انفرس. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعد كده. question 7 the regression. ركزوا معايا بقى. بيقول لي if the regression line y on x y is equal to 0.2 x plus 3 then the accepted value of y when x equal 5. انا عايز ال y لما ال x 5، يعني بقعد ال x ان هو ب 5، يبقى اقول y equal 0.2 times 5 مكان ال x plus 3 0.5 times 2 is equal 1 plus 3 is equal 4، يبقى الانسر بتاعي 4. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مهم جدا وركزوا معايا فيه. بيقول لي the following table shows the grades of 6 student in math and chemistry exam. عندي تيبل بيمثل درجات 6 طلاب في مادتين اتنين، الكيمستري والماس. فمثلا الطالب الاولين كان تقديره فيري جود في الماس بس في الكيمستري ويك جود بس فيري جود. ما علينا. بيقول لي اف، بيقول لي بعد كده ايه؟ اف ذا رانك اكسلنت، لو الرانك اكسلنت اكسلنت اوف ذا جريدز، ذا جريدز ان ماس، ان ماس ان ماس ان ماس ان ماس يعني الاكسلنت دي مالها؟ السكسز او سكسز ان دي الرانك بتاعها 6، السكس دي الاكسلنت دي ترتيبها 6. هما كام؟ واحد اصلا 1 2 3 4 5 6 والاكسلنس واخده 6، الراخده رانك 6 واخده الترتيب السادس. يبقى اذا هو مرتب من القليل للكبير، مش من تقديراتي اكسلنت من الاعلى للاقل، لا من الاقل للاعلى. طب اقل اعلى اقل حاجه عندنا ايه؟ المفروض ويك ثم باس ثم جود ثم فيري جود ثم اكسلنت. ماشي. بيقول لي زين ذا رانك باس اوف جريدز ان كيمستري ار ايه؟ عايزين نعرف تقدير الباس دي في الكيمستري تبقى ايه؟ جميل. احنا قلنا انه بادئ من ايه؟ من القليل للكبير، يبقى الويك دي تاخد 1، يا ريت الباس دي تاخد 2، ثم الباس دي تاخد 3. انا مش عايز اكتر من كده، انا عايز الرانك بتاع الباس. طيب هنا في 2 هنا في 3، احنا قلنا عشان نجيب الرانك كنا بنقول ايه؟ 2 بلس 3 لانهم طلاب مكررين اوفر 2، عددهم 2. 2 اوفر 3 5 اوفر 2 2.5، يبقى الانسر بتاعي او الرانك بتاع الباس في الكيمستري 2.5 زي ما اخترناه كده. تعالوا بينا نشوف سؤالين كمان. question number 3 9 بيقول لي if the regression line equation y on x is y equal 3 minus x then the correlation between the values of x and the values of y is a. انا مديك equation of regression اهي،
مديك equation of regression و equal 3 minus x. جميل. انا عايز الكورليشن كوفيشن بين الاكس والواي. طب ما احنا قلنا الكوفيشن اللي قدام الاكس دوت ده السلوب، لو بوزيتيف يبقى الكورليشن كوفيشن دايركت، لو نيجاتيف يبقى الكورليشن كوفيشن انفرس. طب هي نيجاتيف اهي، يبقى الكورليشن كوفيشن انفرس. شكرا. السؤال اللي بعده، if the regression line equation y on x اللي هو y is equal bx plus a the equation of regression و equal bx plus a الكوفيشن بتاع الاكس اللي هو اسمه b المره دي. ماشي. if the coefficient of x less than coefficient of x يعني ال b يعني less than 0 يعني نيجاتيف، less than 0 يعني نيجاتيف، يعني ال b دي نيجاتيف. ماشي. then the correlation coefficient between the two variables x and y اكيد انفرس، اكيد انفرس لان الكوفيشن بتاعها نيجاتيف. جميل جدا. نشوف الاسئله اللي بعد كده. question number 11 بيقول لي the sum of values whose mean is equal 8. المين equal 8، المين يعني الميو equal 8 and their numbers ال n بتساوي 7 is equal a sum of values. احنا يا جماعه خدنا رول بيقول لي ان ايه، انا اسف، المين، انا اكيد الدنيا، المين هنا مش بمعنى ميو، المين هنا اللي بنسميه اكس اكس داش. ده رول واخدينه من اعدادي ان المين بيساوي مين اوف فاليوز از ايكوال، مين اوف فاليوز از ايكوال سميشن فاليوز اوفر نمبر اوف فاليوز سميشن اكس اوفر ان. جميل جدا. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز السميشن نفسها. اذا سميشن اكس از ايكوال المين دوت نمبر اوف فاليوز يعني 8 تايمز 7 از ايكوال 56. الاجابه بتاعتي اهي. ده كلام جميل. طالبين نشوف كويتشن نمبر 12. كويتشن نمبر 12 واتقال على اليونت اللي بعده بيقول لي اكس از ديسكريت راندوم فاريبل whose probability distribution is as the follow. مديني تيبل للديسكريت راندوم فاريبل x f of x. افكركم ان ال f of x دي f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus f of 4 plus f of 5 مجموع دول بيساوي كام؟ 1. وده مفتاح الحل بتاعي عشان اجيب الاي. هقول له سينس 0.4 اللي هي ال f 1 الاولانيه بلس a بلس 0.1 دي بلس 0.1 دي بلس 0.1 الاخيره دي از ايكوال 1، مجموع كل دول ب 1. يبقى هنا a بلس نجمع 0.4 بلس 0.1 بلس 0.1 بلس 0.1 از ايكوال 0.7 از ايكوال 1. يبقى a بلس 0.7 از ايكوال 1. هنقل 0.7 دي الناحيه الثانيه يبقى a ايكوال 1 ماينس 0.7 يبقى a ايكوال، يبقى a ايكوال 0.3 يبقى a ايكوال 0.3 اللي هي b. جميل جدا. تعالوا بينا نتنقل لكويتشن نمبر 13. كويتشن نمبر 13 بيقول لي في ايه؟ The value of k in the following probability distribution is a. عاوز اجيب قيمه الكي دي. يعني سؤال جميل على فكره برضو. هنقول ايه؟ انا عارف ان الكي باور 2 بلس كوارتر بلس هاف is equal 1. يعني k بار 2 بلس كوارتر بلس هاف 3 اوفر 4 is equal 1. هنقل 3 اوفر 4 الناحيه الثانيه يبقى k بار 2 is equal 1 minus 3 اوفر 4. يبقى k بار 2 is equal 1 minus 3 اوفر 4 is equal كوارتر. اخد روت الطرفين يبقى k equal positive and negative half. بس انا عندي البروبابيلتي ده استحاله يكون من نيجاتيف، اذا k equal half فقط لغير positive half. الإجابة دي. شوف question number 14. The value of R قيمة ال R in the following probability distribution. أنا عايز أجيب قيمة ال R دي. نفس المسألة ونفس الفكرة. هقول له 3R plus quarter plus 2R plus third is equal 1. 3R plus 2R 5R plus كوارتر بلس 3 ثيرد اعملها بالاله تطلع ب 7 اوفر 12 از ايكوال 1. هنقل دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يا اولاد، يبقى هنا 5 ار از ايكوال 1 ماينس 7 اوفر 12. يبقى 5 ار
is equal 1 minus 7 over 12 is equal 5 over 12. هقسم اوتار ال 5 دي مع ال 5 دي، يبقى اذا r is equal 1 over 12. r equal 1 over 12 دي. جميل جدا جدا. تعالوا بينا نشوف question number كام. question number 15. question number 15 بيقول لي if the probability distribution، اتنقل لدرس تاني وفكرة تانية. the probability distribution function of a random variable x is if x equal third where x more than 1 less than 4 then probability x less than 2 equal what. السؤال ده بيتحل ازاي يا ولاد؟ انا باجي على جنب كده اهو وبجي اعمل الاتي يا مستر. اجيب اول حاجة عندي f of 1 ثم f of 4 ثم f of 2 اللي هم دول f of 1 f of 4 f of 2. كل اللي f of عندي ال 1 ال 4 ال 2 ثم بعد كده اعوض بقى f of 1 ال 1 دي موجوده بين ال 1 وال 4 دي اعوض هنا f of 1 اعوض الاكس لاب 1 مفيش اكس يبقى ثيرد. طب f of 4 اعوض الاكس برضه هنا ب 4 تبقى ثيرد. f of 2 ال 2 دي موجوده بين ال 1 وال 4 برضه يبقى ثيرد. ساعتك انت عايز ايه؟ عايز البروبابيلتي x للزان 2 دي معناها probability x سوري more than بص حدودي من 1 ل 4 يبقى x في النص هي لزان 2 ومور ذان 1 اللي هي دي ودي هتساوي بقى بص بقى ركز معايا في اللي جايه دي قوي probability x مور ذان 1 لزان 2 دي بتساوي هاف ده رول دايما هاف multiply الرقم ده ماينس الرقم ده 2 ماينس 1 تايمز f of 2 بلس f of 1 نعوض هاف تنزل 2 ماينس 1 1 ملهاش لازمه f of 2 بثيرد بلس f of 1 بثيرد تاني يبقى الناتج عباره عن هاف تايمز 2 over 3 2 راحت مع 2 يبقى الناتج ثيرد. اذا probability x less than 2 is equal كام يا جماعه؟ ثيرد. شوف السؤال اللي بعد كده question number 16. question number 16 بيقول لي if x is random variable whose range is 1 2 3 4. جميل. نشوف بقى السؤال ده كده ونعمل تيبل ونعمل الدنيا كلها كده اهوت. ادي تيبل اهو هنا x وهنا f of x 1 2 3 5. probability 1 probability x equal 1 اهي الغي دي probability x equal 1 بكوارتر. طيب probability 2 تعالى معايا تاني نلغي دي ونقسم هنا على 2 ونقسم هنا على 2 برضو يبقى probability x equal 2 2 دي راحت مع 2 دي 1 على 8 4 تايمز 2 8 يبقى 1 على 8. جميل جدا. تعالى نجيب probability x equal 3 7 over 7 over 16. انا عاوز بقى probability x equal 5 اللي هو دي اللي ناقصه فانا هقول له probability x equal 5 او b of 5 plus quarter plus 1 over 8 quarter plus 1 over 8 plus 7 over 16 is equal 1. انا عارف ان مجموع probability دي كله بيساوي كام؟ 1. يبقى probability 5 is equal 1 minus نجمع دول بالآلة يطلع الناتج 13 over 16 يعني دول بالآلة 16 بالكالكليتر يعني 13 over 16 1 minus 13 over 16 ب 3 over 16 اللي هي الإجابة بتاعتي دي. تمام. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده. question number 17 بيقول لي let x أو if x is discrete random variables where
summation x dot f of x is equal 4. summation x dot f x f of x دي معناها الميو يا اولاد، يعني الميو بيساوي 4 لو المين او الاكسبكتيشن. summation x بار 2 دوت f of x is equal 25. then the coefficient deviation بيساوي ايه؟ تعال نجيب الاول الفارنس اللي هو سيجما سكوير is equal summation x بار 2 دوت f of x minus ميو سكوير، يعني summation x بار 2 دوت f of x اللي هي بيساوي 25 minus ميو سكوير يعني 4 بار 2. 25 minus 16 is equal 9. يبقى الستاندرد ديفيجن اللي هو روت الفارنس بيساوي 3. حضرتك انت عاوز ال coefficient variation، ده عباره عن سيجما اوفر ميو تايمز 100، سيجما ب 3 اوفر ميو 4 تايمز 100، اذا الريزلت هيطلع 75%. جميل جدا. نقل على السؤال اللي بعده question number 17 18 سوري question 18 بيقول لي if x is random variables whose range is 1 2 3. الرينج بتاعي 1 2 3. جميل جدا. انا هعمل تيبل اهو، هنا x وهنا f x، الرينج 1 2 3. زين ذا فانكشن بريزنت، الفانكشن اللي تمثل ذا probability distribution، انا واحده في دول. ماشي، انا عايز امسك الفانكشن، همسك الفانكشن الاوليه f of x is equal x plus 2 over 8، اقعد الاكس ب 1 على الاكس ب 2 على الاكس ب 3 واجمعهم نشوف الناتج بتاعها هيطلع بكام. f of 1 هنا 1 plus 2 3 over 8، f of 2 2 plus 2 4 over 8، اجيب f of 3 3 plus 2 5 over 8. السميشن بتاع دول يا شباب 3 plus 4 7 plus 5 12 over 8، يعني 1.5 مش 1. اذا الاجابه دي مليون في الميه خطا. شوف اللي بعدها f of x is equal x plus 1 over 3، نجيب f of 1 1 plus 1 2 over 3، f of 2 2 plus 2 2 plus 1 3 over 3. مش هكمل، اصل 3 over 3 ب 1 لوحدها وهي ما ينفعش اصلا، ما ينفعش يكون في عندي probability بيساوي 1 او اكبر من 1، مفروضه نتنقل على الحاله الثالثه او ال c. f of x is equal x over 6، جيب f of 1 تبقى 1 over 6، جيب f of 2 تبقى 2 over 6، جيب f of 3 تبقى 3 over 6. نجمع 1 plus 2 3، 3 plus 3 6 over 6. هوبا، الثلاثه دول السمشن بتاعهم كام؟ 1 over 6 2 over 6 3 over 6. السمشن بتاع دول 1. جميل جدا جدا. يبقى هي دي الاجابه الصح بتاعتي، يبقى f of x is equal x over 6. طيب بينا نشوف question number 19. Question number 19 بيقول لي if x is random variable and expectation equal 3، الميو ب 3، الميو is equal 3. x summation x بار 2 دوت f of x is equal 14.5. then standard division equal 8. تعالى نجيب الفارنس، الفارنس تبقى عباره عن summation x بار 2 دوت f of x، summation x بار 2 دوت f of x، نمسح البار دي اللي عملتها، minus ميو سكوير. يعني 14.5 minus 3 power 2 يعني is equal 14.5 minus 9 is equal 5.5. الفارنس ب 5.5 اذا الستاندرد ديفيجن عباره عن روت 5.5. هجيب الروت 5.5 تطلع ب 2.345. تمام. نشوف question number 20. question number 20 بتقول لي if the mean of standard the mean of variables if the mean of random variables is equal 150، المين 150 اللي بنرمز له برمز ميو، and coefficient variation is equal
2.5% coefficient variation يا جماعه. زين ذا فارنس انايز الفارنس، ما انا عارف ان سيجما اوفر ميو تايمز 100 از ايكوال coefficient variation اللي هي 2.5. طب سيجما مش عندي، على ميو اللي هي 150 تايمز 100 از ايكوال 2.5، يبقى سيجما از ايكوال 2.5 تايمز 150 اوفر 100. يبقى سيجما از ايكوال، نعمل الحسبه دي بالكالكوليتر، يطلع عندي الناتج كام يا شباب؟ هيطلع عندي الناتج ب ب ب ب 3.75. انا عايز الفارنس يعني سيجما سكوير يعني 3.75 باور 2، يطلع عندي ريزلت 14.06 يعني ابروكسيميتنج 14.1. دي حاجة عظيمة جدا 14.1. شوف الكوتش اللي بعده، كوتش نمبر 21. كوتش نمبر 21 بيقول لي فيه ايه؟ اف اكس از كونتينوس راندوم فاريبل its probability density function is of x is equal quarter multiply x plus a when x more than equal 0 less than equal 2. طيب نكمل، هو عاوز ايه؟ فايند اي او اي از ايكوال هو مديني اجابات. انا هاجي اهو اجيب له اف اوف 0 بعد الاكس ب 0، 0 بلس اي تبقى اي تايمز كوارتر باي على 4. اجيب اف اوف 2 بعد الاكس ب 2 تبقى 2 بلس اي، 2 بلس اي لما نضربها في كوارتر تبقى 2 بلس اي اوفر 4. انت بتقول لي ان الفانكشن دي دينستي فانكشن، دينستي فانكشن يعني معناها ان البروبابيلتي من اصغر حاجه لاكبر حاجه اكس مور ذان 0 ليس ذان 2 از ايكوال 1، يعني هاف ملتبلاي 2 ماينس 0 2 دي ماينس 0 دي تايمز اف اوف 2 بلس اف اوف 0 از ايكوال 1. نعوض تبقى هاف تايمز 2 تايمز اف اوف 2 بكام؟ اف اوف 2 ب 2 بلس a اوفر 4 بلس f اوف 0 ب a اوفر 4 از ايكوال 1. 2 دي راحت مع 2 دي، اجمع فوق 2 بلس a بلس a 2 a اوفر 4 از ايكوال 1. كروس ملتبليكيشن تبقى 2 بلس 2 a از ايكوال 4. هنقل 2 ناحية التانية تبقى 2 a از ايكوال 4 ماينس 2، يبقى 2 a از ايكوال 2، هقسم الطرفين على 2 تبقى a ايكوال 1. كده جبنا الـ A، يبقى الـ A بتساوي 1. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ if x if summation x equal 48 and summation y equal 45 if summation x y equal 320 summation x bar 2 is equal 359 summation y bar 2 is equal 303 and n equal 10. يبقى بيرسون لينير كورليشن كوفيشن بين x and y equal a. ده رول تطبيق عادي، انا هطبق في رول ال r equal n summation x y minus summation x summation y over square root تاني n summation x square minus summation x بالباور 2 n summation y square minus summation y بالباور 2. نعوض n عددهم 10 times summation x y summation x y summation x y 320 minus summation x 48 times summation y 45 n عددهم 10 times summation x square اللي هي times 359 minus summation x square 448 bar 2
تايمز روت تاني ان 10 سميشن اكس سميشن واي سكوير اهي 303 ماينس سميشن واي اول باور 2 يبقى 45 اول باور 2. الحسبه دي بنعملها يا اولاد بالاله هيطلع عندي الناتج بكام؟ يطلع عندي الناتج الار بيساوي 0.914 ابروكسيميتنج 0.91 اهي. جميل جدا. ننقل على السؤال اللي بعده. طيب ما تيجوا بينا نشوف مع بعض الكام مساله دول كده على يونت 2 اللي هو البروبابيليتي. يونت 2 ده لذيذ جدا وسهل. تعالوا بينا كده نبص على المسائل دي. لكن قبل ما نقول المسائل دي مطلوب منا في بعض القوانين كده المفروض ان احنا نكون حافظينها. القوانين دي في جزء منها كتير احنا خدناه قبل كده في تانية ثانوي تالتة اعدادي. probability a union b is equal probability a plus probability b minus probability a intersect b. number 2 probability a difference b اللي هي equal probability a intersect b complement الاثنين واحد is equal probability a minus probability a intersect b. طب probability a complement is equal 1 minus probability a. طيب الثلاثه دول الثلاث قوانين دول قوانين قديمه والمفروض ان احنا نكون حافظينها كويس جدا جدا جدا. تعالوا بينا نشوف القوانين بقى الجديده بقى. بيقول لي probability a condition b. probability a مشروطه بالايفنت b. قال لي دي بتساوي probability a intersect b over probability b. ده بيبقى تحت probability b فوق probability a intersect b. طب الرول الخامس والاخير بيقول لي if a and b to event دول is independent independent event اتنين event مستقلين يبقى probability a intersect b is equal probability a times probability b. طالبين بقى نحل بقى المساله بتاعتنا دي. السؤال بيقول لي ايه يا حضرات؟ بيقول لي ايه probability a equal 0.45 probability b equal 0.6 probability b intersect a is equal 0.8 sorry probability b condition a equal 0.8. انا عايز probability b union a. من دي هجيب حاجه هولو probability b condition a دي بتساوي probability a intersect b over probability a. نعوض دي ب 0.8 is equal probability a intersect b دي ما اعرفهاش ودي بدور عليها over probability a ب 0.45. هعمل cross multiplication يبقى probability a intersect b is equal 0.8 times 0.45 يطلع عندي الريزلت بكام يا شباب؟ يطلع عندي الريزلت ب 0.36. حلو قوي. انا عاوز probability a union b ده الرول ده هعوض فيه اقول له probability a union b is equal probability a 0.45 plus probability b 0.6 minus probability a intersect b is equal 0.36. الحسبه دي تطلع لي الناتج 0.96 اللي هي الاجابه الاولانيه دي. ما تيجوا بينا نشوف الكوتش اللي بعده. بيقول if a and b are two independent event. جميل. انا عايز probability intersect b. حلو قوي. انت سعادتك هذه البروبابيلتي ايه انترسكت بي؟ اه بروبابيلتي ايه انترسكت بي ما اقدرش اجيبها الا اذا ايه؟ هنجيب الاول بروبابيلتي ايه انترسكت بي ذا ديفرنس اللي هو عايزها. هقول له بروبابيلتي ايه انترسكت بي لانهم اندبندنت از ايكوال بروبابيلتي ايه تايمز بروبابيلتي بي
نعمل له مالتبلاينج 0.3 تايمز 0.6 از ايكوال 0.18. probability A تايمز probability B. probability A بقى difference B از ايكوال probability A minus probability A minus probability A intersect B. طب probability A بكام؟ ب 0.3 minus probability A intersect B اللي هي 0.18 اللي لسه جايبها بتساوي 0.12 اللي هي الإجابة دي. شوف كويتشن اللي بعده. كويتشن اللي بعده بيقول لي في ايه؟ في A and B are independent event. جميل جدا. ما كملش قبل ما تقول اي حاجة احنا قايلين يبقى probability B. لا هو مديني B. يبقى probability A is equal probability A intersect B over probability B. ما هو ده في ده بيديني ده. probability A intersect B اللي هي 0.12 over probability B 0.6. لما اقسم دول على بعض يطلع الناتج ب 0.2. probability بتاعها يبقى 0.8 يا جماعه 2. تمام. شوف 0.2 فين اهي. السؤال اللي بعده بيقول لي اف probability A 0.7 probability B is equal 0.4 probability intersect B 0.2. انا عايز probability A condition B complement. جميل. ما تيجي نجيب الاول probability B complement تبقى عباره عن 1 minus probability B يعني 1 minus 0.6 is equal 0.4 للاسف بجاوب على طول 0.4 is equal 0.6. طيب probability A intersect B complement دي معناها probability A difference probability A intersect B. probability A بكام؟ ب 0.7 minus probability intersect B بكام؟ ب 0.2. نعمل لهم subtracting يطلع الناتج ب 0.5. الطلب بقى اللي انت عاوزه بقى probability A condition B complement is equal probability A intersect B complement over probability B complement. probability A intersect B complement لسه جايبها اهي ب 0.5. probability B complement لسه جايبها ايه ب 0.6. الحسبه دي تطلع ب 5 over 6 اللي هي الاجابه دي. تعالوا بينا نتنقل على اخر فقره. السؤال ده بيقول ايه يا شباب؟ ولد اكس از نورمال فاريبل هوز ميو مين از ميو اند ستاندرد ديفيجن از سيجما is in probability mu minus 1.96 sigma it is then x less than mu plus 1.96 sigma. يبقى دي الاجابه بكام؟ بصوا بقى وركزوا معايا. انا اقول له probability ده normal variable هحوله لي standard form يبقى mu minus 1.96 سيجما ماينس ميو اوفر سيجما لزان زد لزان تاني ميو بلس 1.96 سيجما ماينس ميو اوفر سيجما. الميو دي تروح مع الميو دي والسيجما دي تروح مع السيجما دي يبقى هنا probability نيجاتيف 1.96 لزان زد للزان الميو تروح مع الميو والسيجما تروح مع السيجما تبقى 1.96 برضو. طيب ركزوا معايا بقى في الحته اللي جايه. ملاحظين ان الرقم ده هو نفس الرقم ده؟ اه. كاني لو رسمتها هتبقى بالشكل ده الكيرف اهو. هنا نيجاتيف 1.96 وهنا نيجاتيف بوزيتيف 1.96.
1.96. القيمة دي قد القيمة دي بالظبط. طب أنا ممكن أعملها قيمة واحدة بس، أقول إيه وأضربها في 2 تبقى 2 probability زد مور ذان 0 للزان 1.96، يعني هتساوي 2 تايمز، أكشف بقى في التابل عن 1.96. 1.96 أروح تحت 1.9 وتحرك يمين لحد منزل تحت ال 6 تطلع ب 0.4750، أضربها يطلع الناتج 0.95. جميل جدا، يبقى الإجابة بتاعتي يا شباب أهي تمام جدا. نشوف كمان سؤال نفس اللعبة، بيقول لي زد از ستاندرد نورمال فاريبل، هو ستاندرد زد يعني. طيب نكمل، probability زد مور ذان نيجاتيف كي، مش مهم يبقى ايكوال للزان كي، از ايكوال 0.8664. ده يا جماعة في الستاندرد فورم، وهنا نيجاتيف كي وهنا تي كي، تبقى هنا 2 probability زد مور ذان 0 للزان كي is equal اقسم دي على 2 0.4. لا هو اللي اسمه قسمتش هنا 8664 over 2 over 2، يبقى probability زد مور ذان 0 للزان كي is equal 0.4332. هكشف في التابل على الرقم ده كشف عكسي، هيطلع عندي الكي اولاد بتساوي كام؟ 1.5. هكتفي بهذا القدر، ربنا يوفقكم وان شاء الله باذن الله التوفيق والفائقين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.